طيب 48 سنة هي عمر كابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة. كل سنة وانت طيب يا كابتن يوسف، إن شاء الرحمن بإذن الله يعني سنة سعيدة عليك وعلى أسرتك وعلى أولادك بإذن الله تعالى. شوف حاجة خاصة لكابتن محمد يوسف ونستقبل ضيوفنا كابتن عادل طعيمة، كابتن حمادة صدقي وكابتن أسامة حسن. محمد يوسف بياخد احدى هجمات القافرة الحمراء وبيشوط، ولا زي النهاردة 9 من أكتوبر عام 1970 ولد نجم النادي الأهلي في التسعينيات محمد يوسف. بدأ يوسف مسيرته الرياضية في صفوف الناشئين بالنادي الأهلي، لعب دوليا في كافة منتخبات الناشئين والمنتخب الأولمبي ومنتخب مصر الأول. في عام 1992 بدأ مشواره مع الفريق الأول بالنادي الأهلي، لعب في مراكز الظهير الأيسر وقلب الدفاع. استمر في الفريق الأول حتى عام 1999 عندما احترف في أحد الأندية التركية. عاد ليلعب في صفوف أندية إمبي والمقاولون العرب الذي اعتزل في صفوفه عام 2004. محمد يوسف بياخد احدى هجمات القافره الحمراء وبيشوط، ولا جول. حقق محمد يوسف مع النادي الاهلي بطولات عده، حقق مع زملائه الفوز بست بطولات للدوري العام، لقب وحيد لكأس مصر ولقب لكأس الكؤوس الإفريقية، 4 بطولات عربية، كما حقق بطولة كأس مصر مع المقاولون العرب. ومع منتخب مصر حقق مع زملائه الفوز بكأس أمم إفريقيا عام 1998. بعد اعتزاله تحول محمد يوسف لمجال التدريب، فبدأ في قطاع الكرة بالنادي الأهلي، ومنه تولى مسؤولية الفريق الأول كمدير فني. حقق الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013، كأس السوبر الإفريقي 2014، ثم انتقل ليدرب نادي الشرطة العراقي وسموحة وبتروجيت، قبل أن يعود مرة أخرى كمدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للنادي الأهلي.